الامارات سريعا ونستقبل على التليفون زميلنا كريم احمد. مساء الفل يا كريم. تحياتي ليك زميلي ايهاب، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين. تحياتي ليك وتحياتي الكابتن علاء ميهوب. كريم ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتني حبيبي علاء؟ ازي حضرتك؟ النهارده الحمد لله كريم. طبعا اكيد تقارير مميزه جدا واخبار مميزه عن بعثه النادي الاهلي في الامارات، لكن انت في الاحداث النهارده الامور مشيت ازاي؟ التدريب انت شايف الوضع عندك هناك عامل ازاي؟ الحقيقه طبعا يمكن اكيد في البدايه طبعا زميلي بتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، طبعا اسطوره النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد هنا يمكن دي رساله من كل الجماهير هنا اللي بتقابلنا في الجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي. الحقيقه يمكن وصلوا رساله لابد ان احنا نكون امناء، فحابين ان احنا طبعا نوصل الرساله دي من خلالك. لو بطمنك بشكل عام طبعا على فريق النادي الاهلي في حاله تركيز شديده جدا، يمكن زي ما نقول كابتن محمد يوسف قام بعمل مدير الكوره مع الجهاز الفني بقياده مستر باتريك في محاضرات يمكن منفرده مع اللاعبين ويمكن حديث في جماعيه اللاعبين مع بعض الجهاز الفني. الحقيقه يمكن حاله التركيز دي شايفينها في فندق الاقامه، الجو العام بيبقى في الامور العاديه بيشوف بعض الصور التذكاريه، بيحاول الجمهور ان هو يكون مع لعيبه النادي الاهلي، لكن يمكن رغم كده بنشوف بعض اللعيبه بتحاول ان هي مجرد ان هي خلصت التمرين بتتوجه على الاوتوبيس مباشره نظرا لحاله التركيز الكبيره، لان مباراه مهمه جدا بين الايهاب وكابتن علاء. انتوا عارفين طبعا اهميه هذه المباراه، ليس فقط ان هي يمكن التعادل الايجابي كان في القاهره، لكن الظروف والامور المحيطه والخروج طبعا بالبطوله الافريقيه اللي كنا بنتمنى طبعا، وجمهور النادي الاهلي كان بيعمل اكيد ان احنا نكون في هذه البطوله، لكن بناكد كل مره بنقول كعاده البطل وكعاده النادي الاهلي لابد يكون في غلق لاي صفحه طبعا فيها اي اخفاق والتركيز خلال الفتره القادمه من خلال هذه البطوله، بطوله كاس زي للانديه الابطال، مباراه الاهلي والوصل الاماراتي ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي نحو البطولات القادمه سواء البطوله العربيه او بطوله الدوري العام وايضا كمان بطوله كاس مصر. بشكل عام يمكن النهارده كان صباح اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، الامور الاعتاديه زي ما قلنا طبعا النادي الاهلي يرتدي الطقم الاحمر بالكامل، الزي الاساسي لنادي الوصل الاماراتي الزي الاصفر، حارس المرمى لنادي الوصل يرتدي الزي الاخضر، النادي الاهلي حارس المرمى يرتدي الزي الاسود. الوصول كالعاده طبعا يكون قبل المباراه بساعه ونصف، الفريقين هيتحركوا في وقت واحد مع طاقم التحكيم الكل هيكون في مركب واحد للوصول الى نادي الوصل الاماراتي اللي هيستقبل هذه المباراه. يعقب الاجتماع الفني النهارده صباحا كان المؤتمر الصحفي الاول لمستر باتريس كاتيرون بحضور كابتن حسام عاشور الكابتن فريق النادي الاهلي، في اهتمام اعلامي كبير جدا من جانب الامارات وايضا كمان بعض الصحفيين المصريين اللي شغالين طبعا او متواجدين هنا في احد المواقع كانوا ايضا متواجدين بكثافه. الاسئله طبعا يمكن كانت خاصه مستر باتريس بشكل كبير جدا وايضا كمان كابتن حسام عاشور، يمكن الناس حاولت ان هي تستفسر مستر باتريس كاتيرون على الاستضافه في البطوله الافريقيه، كيف يرى هذا الامر وهل هو خايف او مش خايف عن هذه المباراه ان هي تكون بالنسبه له يمكن نهايه المطاف، وده كان سؤال صريح من احد الصحفيين. يمكن الراجل جاوب بسياسه طبعا وباستراتيجيه، قال لا طبعا يمكن انا ليا الشرف ان انا كنت ضمن هويه النادي الاهلي ضمن المجموعه المميزه جدا سواء لاعبين او ايضا كمان اعضاء مجلس الاداره. كابتن حسام عاشور ايضا كمان اتسال عن الامور الخاصه بال طب قبل ما ادخل على حسام عاشور، اكيد عدد من الاسئله وعدد من الاجابات لكارتيرون، ابرز ما قاله مستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي. استكمل معاك زميلي ايهاب، ايضا كمان مستر باتريس قال يمكن مش احنا طبعا رغم الاخفاق اللي حصل في مباراه الترجي التونسي، لكن اكيد قال ان احنا ادينا اداء خلال الفتره اللي فاتت، امور يمكن كانت خارج عن الاراده من بعض الاصابات وبعض الغيابات، وايضا كمان يمكن ذكر بعض الامور الخاصه بمباراه الترجي التونسي من التحضير هناك، امور كده يمكن ما حدش ان هو يستفيد فيها بشكل كبير. سال عليه يمكن احد الصحفيين قال له انت احمد حمدي يمكن مستبعده برؤيه فنيه مع ميدو جابر ومؤمن زكريا، قال بصراحه احمد حمدي لعب قد ايه في المنتخب الاولمبي؟ قال يمكن الزميل الصحفي اللي كان متواجد قال بس هو ضمن القائمه، قال لا يمكن انا بشوف اللعيبه، انا عندي يمكن بعض العناصر اللي شابه وعناصر مميزه، عندي وليد سليمان انا مثبته في مركز 10، ناصر ماهر ايضا كمان بيجيد هذا المركز، احمد حمدي يمكن اخذ اكثر من فرصه، لكن هو الراجل يمكن حب ينوه ان احمد حمدي خد اكثر من فرصه ولم يصل الى المستوى المطلوب اللي بيعمله مستر باتريك كاتيرون. ده كان رد على سؤال الصحفي اللي ذكر ان احمد حمدي ليه مش متواجد في قائمه النادي الاهلي وايضا في هذه المباراه. بجانب كمان الاسئله الاعتياديه عن الاستقبال، عن بيشوف المباراه ازاي، حضور الجماهير بالنسبه لهذه المباراه اللي بتتحدد زي ما انت عارف زميلي ايهاب يمكن 2300 فرد او 2500 فرد او مشجع يكونوا متواجدين في هذه المباراه. قليل جدا بصراحه يعني، كان نفسنا بجمهور اكتر من كده. وعايز اقول لك كمان زميلي ايهاب ان في اقبال كبير جدا، ويمكن
جماهير النادي الاهلي بالتحديد، نقول طبعا الجاليه المصريه لكن بالتحديد نقول جماهير النادي الاهلي بكره هيكون في عدد كبير، يعني بنتمنى ان يكون في سماح لجمهور النادي الاهلي، لان يعني في اكثر من 5000 حابين ان هم يجوا، نظرا لي طبعا اهميه هذه المباراه، والنادي الاهلي لما بيكون متواجد في الامارات انت عارف زميلي ايهاب بيكون يمكن عروس سكر وكل الجاليه المصريه. كريم على مستوى الفني بقى، طمنا الاول على حسام عاشور. معلش سؤال تاني يا زميلي ايهاب. طمنا على حسام عاشور وما تردد بانه اصيب امبارح بالامس في كادمه في التدريب، النهارده ظروفه امكانيه مشاركته في المباراه. الحقيقه بنطمن طبعا كل جمهور النادي الاهلي، حسام عاشور تعرض كادمه قويه في التدريب الامس، وكان في نهايه المران كان فاضل على المران 10 دقائق، خرج سريعا مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن طمنت عليه بشكل شخصي النهارده. حسام حسام طبعا انت عارف زميلي ايهاب من اللعيبه الرجاله، رغم الكادمه القويه اللي تعرض بيها في القدم اليمنى، لكن هيكون متواجد جاهز بدنيا وجاهز فنيا وطبيا ايضا لهذه المباراه، واكد لنا ان هو ان شاء الله يكون متواجد. خد مران اليوم حسام، خد مران اليوم؟ اه بالظبط، بالتحديد خد مران اليوم بالكامل النهارده. لو عايز اكلمك كمان زميلي ايهاب عن المران، بدا بمحاضره المستر باتريس كارتيرون اللي يمكن مركز بشكل كبير في المحاضرات، وكان انا كان ليا لقاء معاه امس في التدريب الاول للنادي الاهلي، سمعنا صوت يمكن اول مره اسمعه من مستر باتريس، كان فيه الصوت عالي شويه، كان فيه واضح ان كان في تحفيز كبير جدا وتحفيز للاعبين. ده قالوا الكابتن علاء، قال حتى لاحظ في التدريب اللي هنا اللي فيه حماس من مستر كارتيرون وفي شده كده شويه. بالظبط يمكن بتفق طبعا مع كابتن علاء ميعوق في الكلام وفي الملاحظه اللي هو طبعا راه، لكن زي ما بقول لك التدريب كان في حماس كبير جدا، وده اللي يمكن خلى حسام عاشور يتعرض لكدمه، اللعيبه كلها يمكن زي ما بتقول في اصرار وحماس، مباراه زي ما بنقول يا زميلي ايهاب بناكد ان هي مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، لكن عندنا ثقه كالعاده يمكن لن ولن تنتهي في لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه، ان شاء الله النادي الاهلي يسعد الملايين اللي بتنتظر هذه المباراه سواء في مصر او هنا في الامارات. النهارده التدريب كان بيشهد بعض التكتيك، النهارده يمكن حب باتريس ان هو يكون في تنويه او يمكن تمويه عن التشكيل، احنا شفنا تقسيمه كده نقدر نقولها مع بعض، يمكن الشناوي كان في حراسة المرمى وسعد وسليم كولبالي في خط الظهر، كريم ندب ناحيه اليمين، ايمن اشرف ناحيه الشمال، شفنا اكرم توفيق جنب حسام عاشور مع محمد شريف وحمودي ووليد سليمان ومروان محسن، يمكن ده اللي احنا شفناه، لكن من الواضح انه ممكن يكون في تغيير في اضيق الحدود من الشكل اللي احنا قلناه دلوقتي زميلي ايهاب. في النهايه برضو كمان كان في اختتام للمران بضربات ترجيح لكافه اللاعبين. طبعا عرض طبعا مستر باتريس مع الكابتن محمد يوسف ان يكون في مشاركه لكافه اللاعبين في ركلات الترجيح، تالق الشناوي النهارده كالعاده مع علي لطفي مع شريف اكرامي في حراسه المرمى، لكن طمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي حاله من التركيز كبيره جدا في معسكر فريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه، وينقص ان شاء الله غدا كل التوفيق ودعوات كل جمهور النادي الاهلي للحصول على نقاط هذه المباراه والصعود للادوار القادمه في البطوله العربيه. كريم كابتن علاء عايز اسالك، اتفضل يا كابتن. كريم طبعا انت موجود في التمارين والاجواء وكده، شايف جماهير النادي الاهلي انفعالاتهم وتعبيراتهم ايه هناك؟ والله يا كابتن علاء يمكن بنشوف قدام الفندق وحضور الجمهور كان امس بالنسبه لي للتدريب، اللعيبه الجمهور لما بيقابل اللعيبه بيطالبهم بان هم يفرحوهم، ويمكن ده اللي احنا بنسمعه، بيقولوا احنا عايزينكم تفرحونا، عايزينكم احنا ما ولا يهمكم اي حاجه، الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون من نصيبنا. جمهور النادي الاهلي واعي وعارف اهميه هذه المباراه، وعارف ان المباراه دي مهمه جدا للنادي الاهلي، وبناكد يا كابتن علاء ان مش عشان هي في بطوله تزايد للانديه الابطال، لا المباراه دي يمكن الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي هتكون فارقه بشكل كبير جدا، لكن بناكد هنا ان جمهور النادي الاهلي منتظر النادي الاهلي ان شاء الله يحقق مستقبل جديد، وان شاء الله يفرش شخصيه النادي الاهلي وتعود شخصيه النادي الاهلي من جديد، كل جمهور النادي الاهلي هنا بيكون متواجد بيحاول ان هو يكون جانب الملعب، يجوا امام الفندق، في طبعا تعليمات امنيه هنا مع الحفاظ على ان يكون في حاله من الهدوء على لعيبه النادي الاهلي، لكن ما يمنعش ان كل طبعا واحد من جمهور النادي الاهلي بيبقى حابب ان هو يشوف اللعيبه يحفزهم يقول لهم كلام، واللعيبه بصراحه كابتن علاء بتستقبل الكلام ده بحماس كبير جدا بينعكس عليهم، عشان كده انا بنقل لك الصوره بشكل عام ان احنا شايفين حاله من الحماس والجديه والتركيز والاصرار شديده جدا في معسكر فريق النادي الاهلي. ربنا يكرم يا كريم ونرجع ان شاء الله بانتصار من الامارات يا رب. شكرا كريم، وانت اديتني طبعا دفعه امل كبيره واحساس